كانت تباغت المستهلك بين الحين والآخر، لكن موجة الغلاء عمرت طويلاً بالأسواق هذه المرة. الحكومة لم تفعل الكثير، فهل يملك الجزائري ثقافة المقاطعة لإنقاذ دنانير شهر كامل من الجد والكد؟ تلقاي منتج بزاف غالي تقاطعي؟ نقاطعو وما نشريش. ما تشريش باسكو ما عندكش الدراهم؟ نشريش ما عنديش وما نحبش الغالة. ايه وكان كامل كيما انايا يديروا ما يشروش، والله العظيم غسو ما تحبط، فهمتي؟ الغالة باختو باسكو شوفي لو سالاري با وزيدوا نشرو حاجة غالية بزاف. شوفي الأسعار راهم مقبل رمضان راهم غاليين، وفي رمضان زادوا ومي بروفيتيو في لوكازيون هكا. انت عندك ثقافة المقاطعة؟ بيان سور قطعت الدجاج ديجا، وكان يزيدوا هكا يزيدوا في البخي نزيد نقاطع. ابيك لو كان جا الشعب يقاطع، لو كان بالك ما نشروش يهبطوا البخي. بود العام ناصر بائع التجزئة ان يقاطع هو كذلك، لكن انعدام الثقة في ان يفعل الاخرون يحيل بينه وبين المقاطعة. انت كتاجر كي تروح تلقى سلعة غالية عندك ثقافة المقاطعة؟ كيفاش ما عنديش مقاطعة؟ نروح نشري اختي. علاش ما تقاطعش؟ ما نقدرش نقاطع، كيبا هو يخدم وانا ما نخدمش، كان تجار واحد اخرين. بصح ما تبداش بيك. ما تقدرش تبدا بيا باش انا نعطي له، باش انا ما نجيبش نبقى نغزر فيه وغدوه هو يجيب سلعة ويبدا يبيع بها. غالية عليا وغالية مش عليا هو. الحل عند المستهلك ان لم تفعل الحكومة شيئا. هكذا هي العقلية عند الشعوب المتحضرة، والأمثلة كثيرة. عندما قطع الأردنيون البن فانخفضت أسعاره، وقاموا بعدها بغرس الليمون أمام البيوت فتكبد تجاره خسائر كبيرة مثل تجار الموز والبطاطا بتونس بعد أن قطعهم المستهلكون التونسيون. وبأوروبا عندما نجحت حملة الإنجليز في مقاطعة البيض والسمك، والألمان محتجين على رفع أسعار الوقود والإيجار، وتجارب أخرى ناجحة بجنوب شرق آسيا وما أكثرها. فهل سنرى يوما مثل هذه السلوكيات في الجزائر؟